سيلفي عفوية لأمير قطر أثارت موجة جدل. انتشرت صورة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني التقطها على طريقة السيلفي بعفوية وظهر فيها مستلقي على سريره بغرفة نومه. بس اللافت بالصورة هو ظهوره عاري الصدر ومن دون أي نوع من التياب، والبعض رجح أنه تكون هالصورة ظهرت على المواقع بعد اختراق الهاتف الشخصي للأمير. فهالصورة أثارت موجة تعليقات وجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فاستغرب بعضهم نشر هالصورة حتى ولو كانت عفوية، لأنه منّا لشخص عادي بل لأمير وحاكم للبلاد، بوقت اعتبر البعض إنها كانت عفوية ويمكن كان نشرها خطوة متسرعة. بس الأمير بالنهاية إنسان وبحق له يشارك متابعيه بجزء من حياته اليومية وأنه يكون أحياناً على طبيعته. لا تعرفوا كل أخبار النجوم يلي بتحبون، زوروا موقعنا الفن.com وما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل على يوتيوب وهي الفن.